بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله بالصف الأول الثانوي، اليوم إن شاء الله بنحل مع بعض بعض تمارين مراجعة على الباب الأول والباب الثاني، التمرير والبرهان والتوازي والتعامل. تمام كده، نبدأ كده بأسئلة اختيار من الباب الأول. بقول إذا كان العبارة إيه اللي هي، إذا كان زاوية إيه زاوية حادة، فإن إيه تساوي 37. يعني يا جماعة لو إيه حادة هي فقط 37. طبعا ده كلام ايه؟ كلام خطأ، لأن يعني ممكن تساوي أي رقم ما بين الصفر لحد 90، 40، 30، 1، 2، 89، كله صح. طب كده هو قال لي السؤال أي مما يأتي يعد مثال مضاد. هجيب له حاجة تثبت عكس الكلام يا شباب، حاجة تثبت عكس كلامه اللي احنا بنعمله من شوية، إن الـ A بتساوي كام؟ 73. السؤال التاني يقول لي العبارة إذا كان ايه؟ إذا كان ايه على الحقيقي، فإن A تربيع أكبر من أو يساوي A. تمام كده؟ طبعا دي عبارة صحيحة بس وليست دائما. يعني مثلا لو A بتساوي سالب 2 يبقى الـ A تربيع هتساوي 4. 4 فعلا أكبر من أو تساوي سالب 2، ده حقيقة. نفس الشيء لو صفر تربيعه صفر، أكبر من أو تساوي صفر، تمام. لكن لو A بنص تربيع النص ربع، هل يا جماعة الربع أكبر من أو تساوي نص؟ طبعا لا، نص أكبر، ده خطأ. فدي عبارة تثبت عكس كلامه يا جماعة، إن إيه عدد حقيقي أو نص هو حقيقي وتربيعه ليس أكبر من العدد نفسه. تمام كده، اختار جيم يا جماعة اللي هو الأخير معايا صح. طيب شوف كده السؤال اللي بعده بيقول إيه، قول لي أي مما يأتي مثال مضاد للتخمين إذا كان إن عدد أولي، فإن إن زائد واحد عدد ليس أوليا. يعني إيه أول الأول يا شباب؟ يعني إيه عدد أولي؟ كلمة عدد أول يا شباب يعني يكبر القسم على نفسه مع الواحد، أو بمعنى أدق له عاملين اللي هو نفسه والواحد، زي الثلاثة، الخمسة، الاثنين، السبعة، الحداشر، وهكذا. طيب شوف كده يا شباب الرقم اللي عندك، بقول لك هو السؤال لو إن حق أولي يبقى الرقم اللي بعده مباشرة أولي. طب إن بتساوي اتنين، اللي بعده لو إن زائد واحد بتلاتة، أولي برضه يا جماعة؟ لا أولي، بقول لي ليس أولي، الأخطر دي صح عكس كلامه. لو كنت شوف مثلا اللي بعده ثلاثة كده، ثلاثة ان زائد واحد بأربعة، إلا أربعة ليه يا شباب؟ ليس أول. طب لو ان بخمسة، اللي بعده ستة ليس أول. لو ان بسبعة، اللي بعده ثمانية ليس أول يا جماعة. تمام كده؟ كلامه كله صح هنا، لكن إيه؟ لسه عكس كلامه اللي هو ده. ان بتساوي اتنين، الرقم التالي له ثلاثة اللي هو أولك أيضا. أي العبارات التالية خاطئة؟ المستطيل مضلع رباعي، طبعا. يا جماعة هو مستطيل مربع رباعي الشكل. الزاوية القائمة 90 درجة، عبارة صح برضه، صح. يعني عدد 3 قاسم من عدد 32 يا جماعة. إمتى أقول على عدد تهم قاسم 3؟ وإمتى بمعنى أصح يقبل القسم على 3؟ إذا كان مجموع العدد يقبل القسم على 3. ده كله هيساوي 6. من مضاعفات 3 يا جماعة 6، تقبل القسم، تقبل عبارة صحيحة. العدد 9 عدد أولي، لا 9 يبقى القسم على نفسه، يبقى القسم على 1، يبقى القسم على 3. إذا ليس أوليا، إذا الحل الصح يا جماعة. اللي بيثبت عكس إيه؟ عكس كلامه. العبارة إذا كانت زاوية واحد واثنين زاويتين مشتركان في نقطة فإنهما متجاورتان. مش يا شباب؟ دي مشتركة في نقطة، النقطة دي ونفس الشيء يا جماعة، كله مشترك في نفس النقطة. طب متجاورة يعني متجاورة؟ يعني يفصل بينهم خط واحد بس زي ده كده. ده يا جماعة خط واحد بس أهو، متجاورتان فعلا. طب ثلاثة أو هنا جيم معنا صح جيم؟ لا، بينهم زاوية يا جماعة، بينهم زاوية. اخترت يا شباب، شوف واحد واثنين تشتركان في نقطة اللي هي دي، ولكن غير متجاورتان، ليس بالعكس الكلام. سؤال ستة، هي العبارة التالية نفيها عبارة خاطئة. نفيها خطأ يعني هي صح، إذا هي عبارة صح. شوف كده الأولى أول واحدة، 5 ناقص 6 في 3 بتساوي 9. طبعا نعمل الضرب قبل الطرح يا شباب، يبقى 5 طرح 18، طبعا ده هتساوي سالب ايه 13، اذا دي عبارة خطأ. فإذا المستقيمة 90، لا المستقيمة ب 180، اذا دي خطأ. 72 مضاعف على 7، لو قسمنا 72 على 4 هيديني 18، صح كده؟ ب 18 يا جماعة، صح كده؟ اذا دي عبارة ايه يا شباب؟ دي عبارة صحيحة. طيب كنا يبقى انا فيها خطأ، اختار دي الأخيرة اللي جيت تجربها، زائد 7 ب 10، 10 قسمة 5 بتساوي 2 وليس 10، إذا دي كمان خطأ. يبقى كله خطأ ما عدا جيم.
إذا كان عندي عبارتين بي وكيو، بي بتقول لي اليوم الواحد 20 ساعة، يوم واحد 24 يبقى ده خطأ العبارة بي. الكيو بتقول لك قياس زاوية القائمة 90 درجة، دي عبارة صحيحة. أي العبارات التالية خاطئة؟ طب عندي أول حاجة اسمها الوصل يا جماعة، بي وكيو، الوصل الوا إمتى تكون صح إمتى تكون خطأ؟ عارفين قبل كده إن هي دايما خطأ ما عدا صح وصح. هل البي صح وكيو صح؟ لا، ده البي غلط. يبقى دي يا جماعة هي الصح، دي إيه؟ دي بتديني الخطأ، فدي عبارة خاطئة أختارها يا جماعة. إنما لو بتشوف مثلا الأو إمتى تكون صح؟ دايما صح ما عدا خطأ وخطأ. طب عندك بي خطأ وصح، خطأ أو صح تبقى صح. دي اسمها العبارة إيه يا شباب؟ الشرطية. إمتى تكون صح؟ دايما صح ما عدا الصح يؤدي إلى الخطأ، هي الوحيدة اللي خطأ يا جماعة. طب هل دي صح ودي خطأ؟ لا، ده خطأ ودي إيه؟ ودي صح. إذا العبارة دي كلها بعضها صحيحة. نفي الكيو، الكيو أصلا يا جماعة الكيو إيه؟ صحيحة، يبقى نفيها خطأ. أي خطأ يودي دايما صح من غير ما تفكر في السؤال، دايما صح، ما بدأ بالخطأ دايما صح. واضح كده؟ يبقى الإجابة الأولى هي اللي صح يا جماعة، اخترع دي عبارة خاطئة. السؤال 8 يقول لي إذا كانت العبارتان بي وكيو غير سابقتين، هما الاثنين خطأ، بي خطأ وكيو خطأ، أي العبارات التالية؟ أيوة يا شباب، عبارة صائبة ولا خاطئة؟ صائبة. ركز في الكلام، مين فيهم صح يا شباب؟ طبعا دي خطأ ودي خطأ، يبقى خطأ وخطأ برضه خطأ. طب خطأ خطأ أو خطأ برضه خطأ. طب نيجي لدي، نفي البي يعني البي خطأ يا جماعة، نفيها صح يؤدي إلى إيه؟ خطأ. دي خاطئة يا شباب، دي برضه خاطئة، فدي خطأ ودي خطأ ودي خطأ. طبيعي يكون الرابعة بس أتأكد برضه منها. نفي الكيو يا شباب يعني صح يؤدي إلى مين؟ لو أدى إلى غلط يبقى غلط، لكن هي نفي البي برضه صح، إذا هي عبارة صحيحة يا جماعة، عبارة صحيحة أكتر. السؤال 9 كده للصواب يا جماعة، أهو نفي البي والكيو و، لكن هو عارفين دايما إيه؟ دايما خطأ ما عدا صح وصح. تمام كده؟ قيمة السيركل مين الإكس والواي. طيب هنا تلاحظ كده يا جماعة ناقصك واحد تاني، اللي هو مين؟ اللي هو النفي البي. أنا محتاج في العبارة نفي البي، يعني يبقى تي نفيها إف، والتي نفيها إف، والإف نفيها تي، والإف نفيها تي. تمام كده؟ هنشوف يا جماعة ده مع ده، نفي البي والكيو. هو قال لك خطأ وصح، خطأ خطأ وخطأ، يبقى ده خطأ. تمام كده؟ صح وصح، صح خطأ، صح وخطأ ايه خطأ. يبقى يا جماعة الاكس غلط، اكس اف، والواي بايه بالتالي هي رقم ج. اللي بعد بيقول لي يا جماعة العبارة الشرطية إذا كان مجموع قياسي زاويتين 90 درجة فإنهما متتامتان. تمام كده؟ يبقى المطلوب المعكوس، طالب مني المعكوس. إيه هو يا جماعة المعكوس؟ قبل كده إن بي تؤدي إلى الكيو، دي العبارة نفسها. طب عكسها أبدل الفرق ما كان فيه ولا ما كان فرق، يبقى الكيو تؤدي إلى مين؟ الكيو تؤدي إلى البي، دي اللي هو النفي يا شباب، اللي هو العكس. تمام كده؟ العكس. طب المعكوس نفي العبارة، يبقى نفي البي يؤدي إلى نفي الكيو. واضح كده؟ انفي دي. أو أقول إذا كان مجموع قياسية زاويتين لا يساوي 90 يا جماعة فإنهما غير متتمتان، اللي هي رقم بي. إجابة صحيحة. العبارة الشرطية إذا كان إكس بتساوي 2 فإن إكس تربيع بتساوي 4، الفرض عندي إكس بتساوي 2، النتيجة إكس تربيع بتساوي 4. طالب مني مين؟ طالب العكس. العكس أبدل بس، أخلي النتيجة مكان الفرض والفرض مكان النتيجة. يبقى إذا كان إكس تربيع بتساوي 4 فإن إكس بتساوي 2، اللي هي دي يا شباب، اللي هي دي. شكل المجاور، العبارات التالية لها قيمة الصواب العبارة اي بي بتطابق او بتساوي بي سي. الاي بي يا جماعة اهو بتساوي البي سي، يعني ده مثلث متساوي الايه؟ الساقين. اي مثلث متساوي الساقين فان زاويتي القاعدة متطابقتان، يعني زاوية ايه بتطابق زاوية سي. شوفها فين هنا؟ هتلاقي اول واحدة يا جماعة، اول اجابة زاوية ايه بتطابق زاوية سي او بتساوي. العبارة التالية ترمز لعكس العبارة يا جماعة، عكس العبارة انها بدل البي مكان الكيو والكيو مكان البي، الفرق مكان الكيو. يبقى كيو تؤدي الى بي يا جماعه، هتلاقيها بس رقم اللي هي دي. في شكل المجاور اي بي مستقيم، ما قيمه اكس؟
طالما قال لي ده مستقيم يا جماعة، مستقيم، إذا الزاوية دي كلها على بعضها زاوية مستقيمة، قياسها 180 درجة. اطرح لي 180 ناقص 120 اديني كام؟ 60 درجة. اخترت أي نقط يمر بهم مستقيم واحد؟ عارفين أي نقطتين طبعا، أي نقطتين يمر بهم إيه؟ دي مسلمة يا جماعة، لازم نكون حافظينها، مسلمات تحفظها كويس جدا. تتقاطع مستقيمان فإنهما يتقاطعان فين؟ ها؟ أي مستقيمين تتقاطعوا هو في نقطة واحدة بس، تقاطع مستقيمان يتقاطعان في نقطة يا جماعة. اللي بعده بيقول لي إذا ده تقاطع مستويان فإنهما يتقاطعان فين؟ المستويات يا جماعة تتقاطع في مستقيم، زي مثلا عندك في الغرفة لو في طبعا في جدار زي كده مثلا، ولتكن ده الجدار يا جماعة هو، وفي جدار آخر بالشكل ده، هيتقاطعوا فين يا جماعة؟ الخط المستقيم ده هنا كده مع بعض. الشكل المجاور إذا كان الـ AM، AM مطابق MB، طيب وكان AM بتساوي 5، دي بـ5، إذا دي كمان بـ5، المطلوب عايز AB كله، الـ AB كله يساوي 10. الشكل المقابل إذا كان عايزين زاوية 3 يا جماعة وزاوية 4، عايز زي مني زاوية إيه؟ 3، مطلوب زاوية 3. طيب أشوف، لازم أشوف علاقة بين الزاويتين، لازم. دي أما تدور يا جماعة في الرسم عندك، هل العلاقة دي مثلا الأولى زي التانية بتساوي مثلا 90، ولا بتساوي 80، ولا الأولى بتساوي التانية؟ تمام كده؟ تلاحظ عندك هنا 3 و4 متجاورتان على مستقيم، يعني مجموعهم كام؟ 180 درجة. إذا دي زائد دي بتساوي 180، يبقى ميجر 3 اللي هي 2x زائد ميجر 4 اللي هي 2x زائد 60، كل دي يا جماعة بتساوي 180 درجة. وادي ستين طرف التاني بإشارة سالب، واجمع 2x و2x يبقى 4x بتساوي 100 وإيه؟ صح 120، لما أطرح 100 ناقص 60، لما أسمع الأربعة يبقى الإكس يا جماعة بتساوي 30. طب هو طلب مني إكس؟ لا، طلب مني زود 3، أحط مكان الإكس 30، يبقى 2 يا جماعة ضرب 30 هتساوي كام؟ 60 درجة. الزاويتان 1 و2 متتمتان، متتمتان يعني المجموع 90 درجة، الأولى زي 90، طب واحدة منهم ب40 يبقى التانية ب50 مباشرة، مش محتاج قيمة إكس يا جماعة دول. تلاحظ عندك كده الزاويتين دول متقابلتين بالرأس يعني متطابقتان، يعني 3 إكس بتساوي 60، تمام كده بتساوي 60 يا جماعة، اقسم على 3 الطرفين يبقى إكس هيساوي إيه؟ 20 درجة. الخواص يا جماعة، الخواص برضه مهم جدا تحفظها كويس وتفهمها. لما اقول لك اي بي، اي بتساوي البي، فان بي بتساوي الايه؟ انا اساويك يبقى انت تساويني، اسمها التماثل. طب في خاصيه بيقول لك مثلا ان مثلا الاي بتساوي نفسها، بتساوي الايه برضه، دي اسمها ايه؟ انعكاس. ايه انعكاس؟ طب الخاصيه اللي بتقول مثلا يا جماعه اذا كان الاي بتساوي البي والبي بتساوي سي، فإن الـ A بتساوي سي، دي اسمها خاصية التعدي، دي التعدي، واضح؟ طب عندي حاجة اسمها التوزيع، إيه هي التوزيع؟ لما أقول لك كده الـ A بتساوي مثلا يا جماعة الـ B، فإن الـ A زائد الـ زائد سي بتساوي الـ B برضه زائد سي يا جماعة، اسمها الجمع للمساواة، هي دي. لو عملت سالب بقى تطرح للمساواة، لو عملتها ضرب بقى تضرب المساواة، عملتها بقسمة القسمة المساواة، واضح؟ التوزيع يا جماعة عامل ازاي التوزيع؟ مثلا تلاقي هنا حرف كده وهنا سي زائد مثلا تي، تمام؟ هتساوي مين؟ هتساوي الـ A مضروب في السي زائد الـ A مضروب في التي، تمام كده؟ ده التوزيع عشان بدي خاصية اسمها التعدي. التكافؤ منطقيا يا جماعة، عارفينها مجربينها قبل كده في الأمثلة، إن العبارة الشرطية والمعاكسها الإيجابي متكافئة المنطقية، إنما العكس والمعكوس، العكس يا جماعة والمعكوس متكافئة المنطقي، دول مع بعض زي بعض بالظبط، لو العكس صح يبقى المعكوس صح، تمام كده؟ فعند الصح الوحيدة هي العبارة الشرطية ومعاكسها الإيه؟ الإيجابي، هما اللي صح يا شباب، متكافئة المنطقي. الباب التاني بيقول لي في المستقيمات في المستوى نفسه ميل أحدهم سالب 2، يعني مستوى نفسه معناها إيه؟ يعني متقاطعان أو متوازيان، في المستوى نفسه أحدهم ميل الأول سالب 2 والآخر نص، لو ضربنا يا جماعة النص في سالب 2 هيديني كام؟ صح كده هيديني سالب 1، وهو ده شرط التعامد،
شرط تعادل جمع المال الأول ضرب التاني يساوي سالب واحد، بقدر أقول له متعامدان. طب بالمناسبة إمتى يكونوا متوازيان؟ إذا كانوا متساويين، المال الأول يساوي المال التاني. طب السؤال ده بيقول لي ما مال المستقيم العمودي؟ كلمة العمودي أهو على المستقيم يا جماعة أهو، تمام كده؟ طب فين المال هنا؟ المعادلة الأصلية بتقول لي المال المقطع y بتساوي mx زائد b. ال m هو المال يا جماعة، تلاتة أهو، المال بتلاتة، يبقى العمود عليه إيه؟ طبعا دي 3 على 1، اقلبها يبقى 1 على 3، وحط الإشارة يا شباب يبقى سالب تلت. طب حل سالب تلت. برضه هنا بيقول لي ما معادلة المستقيم الذي ميله 4 ومقطعه المحور، مقطع محور واي تساوي 5، ليه معادلة يا جماعة؟ هقعد هنا، حط مكان الميل 4 ومقطع واي 5، يبقى واي بتساوي 4 إكس زائد 5 اللي هي دي. سؤال صح وخطأ بيقول لي إذا كان الـ M نقطة منتصف AB، إذا عندك يا جماعة AB أول الـ M في المنتصف، فإن AM هي دي لا تساوي الـ MB. طبعا الإجابة دي إيه؟ إجابة خاطئة يا شباب، خطأ، المفروض بتساويها دي بتساوي دي. إذا وعلنا المستقيم ونقطة لا تقع عليه فإنه يوجد أكثر من مستقيم، أكثر من مستقيم ها يمر بتلك النقطة ويوازي المستقيم. معنى كده إيه؟ إذا عندك يا جماعة مستقيم أهو ونقطة لا تقع عليه، في أكثر من مستقيم يمر بالنقطة دي ويوازي المستقيم. طبعا ده كلام غلط، هو مستقيم واحد بس. بالمثل يا شباب يوجد برضه إيه؟ يوجد مستقيم واحد فقط يمر بالنقطة وعمودي على المستقيم. ده سؤال ممكن يقابلنا تاني، تمام؟ برضه مستقيم واحد فقط، يبقى هنا إيه؟ خطأ. إذا كان المستقيمان في المستوى متساوي البعد عن مستقيم ثالث فإنهما غير متوازيان. يعني يا جماعة لو عندي هذا مستقيم أهو ومستقيم تاني هنا يا شباب، الواحد بينهم ثالث بحيث البعد ده هو نفس البعد ده يا جماعة، طبعا البعد ده البعد العمودي هو نفسه، فإنهما غير متوازيان. لا طبعا، طالما البعد يساوي البعد إذا الأول يوازي الثاني يا شباب، يوازي الثاني. إذا ده كلام برضه إيه؟ خاطئ. أي نقطتين يمر بهم مستقيم واحد دي مسلمة، الإجابة إيه؟ إجابة صحيحة. إذا كان متقابلان بالرأس متطابقتان معروفة صح. إذا كانت الزاويتين متجاورتين على مستقيم فإنهم متكاملتان، أهي متجاورة يا جماعة على مستقيم دي زائد دي 180 درجة، هي الله صحيح. المسلمة يا جماعة اللي هي البديهة، المسلمة عبارة تعطي وصفا للعلاقة الأساسية بين المفاهيم الهندسية وتقبل على أنها صحيحة دون برهان. المسلمة أو البديهة لا تحتاج إلى برهان، هي مسلمة. الشمس تشرق من الإيه؟ من المشرق مثلا، دي مسلمة كما مسلم بها الكل، إذا دي عبارة صحيحة. أمال إيه النظرية يا شباب؟ النظرية مو زيها بس محتاجة برهان، تحتاج برهان، تمام كده؟ فالعبارة 10 هي غلط، نفس الكلام بالظبط بس النظرية مكان مسلمة كده النظرية، أو اللي هو هنا 10 إيه؟ خطأ. البرهان الذي يكتب فيه فكرة تفسر أسباب صحة التخمين يسمى البرهان ذا العمودين، طبعا يسمى، بس معلش خطأ كتابي. اللي هو يا جماعة بقول لك هنا إيه؟ العبارات المبررات. عبارات هنا يا جماعة هنا مبررات. ده اسمه إيه؟ ذا العمودين، إجابة صح. رقم 12، نحن قلنا 12 خلاص. عبارة الوصل هي عبارة مركبة تنتج عن كلمة وصل. وصل اعملها واي على طول. هو قال لك هنا او، لا انت غلطان، ما تكملش يعني. سؤال المزوجة، سؤال اساسي في الامتحان برضه، بيقول يا جماعة اول واحدة عبارة مركبة ناتجة عن ربط عبارتين او اكثر بعبارة و، ها اللي هي الايه؟ اللي هي عبارة الوصل صح، عبارة الوصل او له دال، هي دال هنا. الاختبار طبعا تعمل هنا دال عند الواحد وتروح عند رقم واحد في المزوجة وتظل رقم ايه؟ دال. العبارات التي لها قيم نفسه، لها قيم نفسه يا جماعة اللي هي مين؟ متكافئة. عبارة متكافئة اللي هي زي دي، ها أقول له ها. عبارة تفيد معنى مضاد لمعنى ايه؟ العبارة أصلية يعني نفي، يعني مثلا لو هي عبارة بي يبقى نافية، اللي هو نفي البي دي أسميها إيه؟ نفي العبارة يا جماعة اللي هي رقم ايه؟ واو. نفي العبارة اللي هو واو. دعي خالد إلى حفل عشاء وقد حضر جميع المدعوين. طالما حضر كل الناس يا جماعة أكيد خالد حضر أكيد. شفت كلمة إيه؟ بقول لك أكيد، معناها دي يا جماعة قاعدة أو قانون. أي حاجة فيها قاعدة أو قانون يبقى اسمه تبرير استنتاجي، أقول له ألف. إنما لو ممكن يحصل أو لا يبقى اسمه استقرار. لاحظ يا خالد النجار يسقي أشجار حديقته كل يوم جمعة، واليوم هو الجمعة. استنتج النجار يسقي أشجار حديقته اليوم. أهو يا جماعة ممكن جاره يسقي أو لا يسقي، وبيحصل له ظرف صح كده؟ اذا ده تمرير ايه؟ استقرائي، اسميه استقرائي. اي حاجه يا جماعه ممكن تحصل او ما تحصلش، تخمين يحصل او لا اسمه استقرائي، لكن الاكيد الشيء الاكيد
اذا قطعت، اذا مثلا قطعت زودت سرعه هتاخد مخالفه، دي يا جماعه اسمها ايه؟ استنتاج. اتاخرت في القسط هتدفع مثلا رسوم زياده، ده استنتاج. لكن الشيء اللي ممكن يحصل او لا اسمه تبرير استقرائي. عباره مركبه ناتجه عن ربط عبارتين ب، عباره يا جماعه بأو، طبعا عباره الايه؟ الوصل. فهي دي الوصل. الباب الثاني بقى بتتكلم هو انت شكل مجاور قيمه اكس يا جماعه، عايز قيمه اكس. طيب تروح ازاي المعلومه عندي؟ فين المعلومه اهو؟ 120. ايه علاقتها بدي يا جماعه؟ احاول اجيب علاقه بين الاثنين. اكتر من طائر حل، ممكن اقول دي بتساوي 120 زيها يا جماعه متناظره، ودي كلها 180 يبقى دي 60، او دي مع دي ب 120 متبادله خارجيا، ودي برضه من نفس الكلام يا جماعه 160، 180 يبقى دي 60. تمام كده؟ اكتر من طائر حل. في شكل مجاور قيمه واي تساوي كام؟ عارفين طبعا قبل كده، إذا كان مستقيم عمودي على مستقيم متوازيين فإنهما عمودي على الآخر، يعني دي زاوية قايمة برضه، إذا دي كمان زاوية قايمة يا جماعة. يعني 3 واي بتساوي كام؟ بتساوي 90، صح كده؟ مقسم على 3 الواي هتساوي 30. شكل المجاور إذا كان ال يوازي ام، مستقيم يا جماعة ال يوازي ام، أو قيمة اكس، برضه الحل بأكثر من طريقة. ممكن مثلا طريقة سريعة هي الزاوية دي يا جماعة والزاوية دي متناظرتان، واحدة داخلية واحدة خارجية متناظرتان، دي 30. طب دي كلها 90 يا جماعة، 90 ناقص 30 يبقى 60، أو قول دي 30 بتقابل الرأس، دي 30 برضه. المثلث كله مجموع زواياه 180، طب دي 90 و30 120، من 180 هيديني 60 درجة برضه، يبقى ارتوى إكس ب 60. في الشكل المجاور شرط توازن مستقيمين ال و ام يا جماعة. نزول المعلومة هي 110، لازم تساوي دي يا جماعة، تساويها بالإيه؟ بالتناظر، واحدة داخلية وواحدة خارجية بالتناظر، يعني 110 هتساوي 60 زائد زد، إذا زد بتساوي 50 درجة، زد بتساوي 50، أكتر من كده. في الشكل المقابل إذا كان زاوية واحد وضرب زاوية اتنين يا جماعة، طب إيه علاقة بينهم واحد واتنين؟ راح دي يا جماعة داخليتينهم. شوف حرف الزد فين؟ حرف الزد هدور عليه اهو، زاوية متبادلة داخليا متطابقة، إذا الضلع ده يوازي الأشعة، ده اسمه دي سي يوازي اي بي، أو اي بي يوازي دي سي. دي هنا من المستقيم يا شباب، لما يجي السؤال ده في الامتحان لازم أكتب القانون نفسه عشان أكتب القانون. الميل، الميل بيساوي إيه؟ الميل بيساوي واي اتنين ناقص واي واحد على إكس اتنين ناقص إكس واحد. الترتيب عندي مهم جدا، لو قلت لي برضه واي واحد ناقص واي اتنين لازم اكتب تحت اكس واحد ناقص اكس اتنين. هنا يا جماعه صح وده صح. لو عكسنا خلافنا مثلا هنا واي واحد انا اكس اتنين هجيب معاك الاشاره غلط. طيب نطبق يا جماعه الكلام ده هنا، اعتبر مثلا دي اكس واحد واي واحد، اكس اتنين واي اتنين، اقول مثلا واحد ناقص ست على واحد تانية ناقص كام؟ ناقص ناقص اتنين زائد اتنين هيديك سالب خمسة على كام؟ سالب خمسة على تلاتة يا جماعة، اللي هي رقم ب. الإشارة يا جماعة لو فوق هنا أو على الخط أو تحت نفس المعنى، لو حسبها طلعت عندك كده خمسة على تلاتة والإشارة تحت برضه صح، هي دي نفسها بتساوي سالب خمسة على تلاتة كده يا جماعة، لو هي على الخط أو لو هي فين؟ فوق. كل ما معادلة المستقيم الرأسي يا جماعة، خد قاعدة كده عندك يا شباب، أي حاجة اسمها مستقيم رأسي يبقى إكس بتساوي، طب نقلها إكس تساوي 6، السؤال محل لنفسه، إكس تساوي 6 أهو. طب أي مستقيم أفقي أقول له واي بتساوي، طب هو أفقي يعني ماله بصفر. أي مما يأتي معادلة المستقيم الذي مر بالنقطة 2 و1 ويعامد، أبدأ يا جماعة الحل من كلمة يعامد، ده البداية دي طرف الخيط اللي عندي. يعني إيه يعامد؟ ناخد الميل ونقلبه نغير اشارته، هو تولت يبقى 3 على 1 يعني 3 بخليه سالب. اي من دول يا جماعه اعمل له سالب 3 اهو، ده بس ما في غيره. تمام كده؟ طب افرض في عندي اكتر من سؤال في سالب 8 سالب 3 برضه، اتاكد ازاي ان هو الحل ده؟ طبق في النقطه دي يا شباب، حط اكس ب 2، 2 في سالب 3 بسالب 6 زائد 7 هيديني 1، اللي هو نفسه قيمه مين؟ الواي هنا يا جماعه، طالما المعادله تحقق النقطة، إذا دي صح يا شباب، هي عبارة صحيحة. بيقول هنا ميل المستقيم في شكل مجرى يا جماعة، ميل المستقيم هجيب الميل إزاي؟ إما بالقانون
او من الرسم نفسه ممكن تعمل خط كده معه. ودي هنا هيقيس الواي كام، هتلاقي عندك 1 2 3 3 يا جماعه، والاكس 2، يعني بتساوي 3 على كام؟ 3 على 2. تمام كده؟ طب ما فيش عندك هنا ولا اجابه صح ولا اجابه صحيحه في الحاجه دي يا شباب. ما عليك. البعد بين المستقيمين المتوازيين واي بتساوي سالب 3 واي بتساوي 5. نعمل ايه يا جماعه؟ نجيب البعد ازاي؟ طبعا البعد يعني طول، لازم يكون موجب. مش كده قال لك القيمه المطلقه الاول مثلا اللي هو 5 ناقص الثاني اللي هو سالب 3. القيمه المطلقه يا جماعه يعني 5 ناقص ناقص يعني زائد 3 8، القيمه المطلقه ب 8. ولو عكست الكلام قلت لك القيمه المطلقه سالب 3 الاول ناقص 5 يعني هتساوي القيمه المطلقه لسالب 8 برضه صح، لازم اقول له بتساوي موجب ايه؟ موجب 8. تمام كده؟ في الشكل المقابل البعد بين النقطة C والمستقيم L يساوي كام؟ واحد عندك هنا مثلث اهو، ده زاوية قايمة، تمام؟ دي 5 دي 7 دي 3. البعد يا جماعة اللي هو الارتفاع ده نفسه يكون قائم، والبعد دايما هو البعد الايه العمودي. عايز اجيب دي كام؟ دي 3 ودي 5. من فيثاغورس اذا دي 4. يعني بمعنى اصح اهو الجذر التربيعي ربع الخمسة ب 25، طرح ربع 3 ب 9. اما اجيب الجذر التربيعي للطرفين يا جماعه يساوي هنا الجذر التربيعي كام؟ 25. الاربعه اللي معاهاش 16 معلش انا اسف بتساوي 16. جذر السالب بتساوي 4. يبقى الحل بتساوي عندك كام؟ 4. اي مما يلي هو التمثيل البياني للمستقيم يا جماعه الذي يمر بالنقطه 2 وسالب 3. والله نجرب نشوف 2 يا جماعه، شوف هنا 2 اهي، 2 عندك من الاكس عادي 2، لكن سالب 3 هنزل تحت يا جماعه وسالب هنا كده، هل بيمر بيها؟ لا ما ينفعش. طب هنا طبعا دي في الربع الثالث مستحيل دي تجيبها يا جماعه، 2 وسالبها تحت هنا كده ما ينفعش يا جماعه. طب تيجي لدي 2 من الاكس اهو سالب 2، سالب 3 تحت، 1 2 3 اهي يا جماعه بدأ جاب الاجابه الصحيحه. طبعا هنا برضه غلط، طب هنا سالب 2 و 3 هتلاقيها تحت هنا برضه غلط يا جماعه، ده الصح. قول لي اذا كان زاويه ام بتساوي 110 وام 2 زاويه 2 بتساوي، فما قيمه ام 2؟ هتتراجع على المستقيمين اكس وزد يا جماعه ده هي متوازيان. السؤال طبعا سؤال ايه؟ ناقص الرسمه مش موجوده اصلا، موجود عندنا مش الرسمه للاسف يعني، فاعتبر السؤال ده ما مش موجود، ماشي لان الرسمه مش موجوده. أي مما يأتي يصف الزاويتين 4 و8 يا جماعة، 4 و8، تلاحظ عندك 4 هي زاوية داخلية و8 زاوية خارجية في نفس الجهة من القاطع، إذا هما زاويتين متناظرتان يا جماعة. طب بالمناسبة إيه هما تبادل داخلي؟ تلاقي 4 مثلا و6 تبادل داخلي أو 5 و3. طب تبادل خارجي لما تلاقي 8 مع 2 أو 1 مع 7، زاويتين خارجيتان هون وفي جهتين مختلفتين من الإيه؟ من القاطع. طب يعني إيه متخلفة؟ يكون زاويتين داخلتان وفي جهه واحده من القاطع زي 3 و6 مع بعض متحالفه، 4 و5 متحالفه. تمام يا جماعه؟ سؤال المقال يا جماعه بيقول لك هنا اوجد قيمه اكس بشكل مقابل، اجيب العلاقه بين الزاويتين، لازم اجيب علاقه. الزاويه يا جماعه اللي فيها اكس دي وده المعلومه توازي القاطع متبادلين ايه خارجيا، متبادله خارجيا يعني بتكون متطابقه، اقول له الاكس ناقص 8 تطابق الزاويه اللي هي بتساوي 120، ودي الطرف الثاني يا جماعه ده اكس بالموجب، اكس هتساوي 128. هنا مستقيم عمودي على مستقيم متوازيين، اذا عمودي على الثاني اذا دي برضه بتساوي 90 برضه، يعني ال 5 اكس ناقص 20 بتساوي 90. تمام، ودي 20 الطرف الثاني اشاره موجبه، يبقى ال 5 اكس بس بتساوي 110. لما اقسم الطرفين على 5 اكس هتساوي كام؟ ضرب مني اكس هنا هتساوي 22. بين المستقيم يا جماعه في الشكل الادنى، طالما جالي السؤال ده مقالي لازم احط القيم، لكن لو جالي اختيار يا شباب احل بسرعه اقسم الواي على اكس بسهوله مره واحده وخلاص، لكن هنا لازم اكتب يا جماعه القانون نفسه. النقطه دي اجيبها النقطه دي كام وكام؟ هتلاقي 0 و4 والنقطه دي من اكس 6 ومن واي 0 يا شباب. القانون بيقول لك ايه القانون؟ بيقول ان الميل بتساوي واي 2 ناقص واي 1، معلش كده بقى مش مناسبه،
اكس 2 ناقص اكس سالب 2 سالب 5 و4 و3. طبعا لازم طالما مقالي لازم استعمل قانون ايه؟ اكتب القانون. تمام، الميل بيساوي قلنا قبل كده اكتب القانون واي 2 مثلا ناقص واي 1 عادي فرح قسمة اكس 2 ناقص اكس 1. معلش الكتابة مش مظبوطة. عشان مثلا ده يا جماعة دي واي 2 اهي 3، يبقى ان 3 مثلا على كام؟ 3 على 3 طرح سالب 5 زائد 5 على 4 زائد 2. دي قلت زائد لان في نقص في القانون والاتنين سالبة بعض. 3 زائد 5 عندك بتساوي 8 على 4 و2 6، اختصر ابسط صورة اقسم على 2 وعلى 2 هيبقى 4 على كام؟ على 3. أوجد البعد بين المستقيمين المتوازيين واي بتساوي 7 واي بتساوي 3. قلنا هنساوي البعد هيساوي القيمة المطلقة يا شباب، الأول ناقص التاني ناقص في القانون اهي سالب 3 يعني 7 زائد 3 هيساوي كام؟ القيمة المطلقة على 10 هي نفسها 10. اكتب بصيغة الميل ونقطة وعرف المستقيم المعطى بالميل يا جماعة بالنقطة دي. هعمل ايه؟ اكتب الأول القانون اللي هو الواي ناقص واي 1 بتساوي الميل اكس ناقص اكس 1. طبق الفرق يا معلم، اقول له هنا الواي هتساوي واي ناقص معلش واي طرح واي 1 اللي هو سالب 7 ناقص 7 يعني زائد 7 هتساوي الميل اللي هو سالب 2 اكس ناقص سالب 2 يعني زائد 2 يا جماعه زائد 2. دي معادله الميل ونقطه زي ما هو قال لي. استعمل صيغه المسافه لايجاد المسافه بين النقطتين، نحل منها واحده اسمها اي واحده يا جماعه، دي او دي واحده فيهم مثلا ولتكن مثلا دي يا جماعه دي. قام بيقول المسافه اللي هي الار اس، الار اس هتساوي ايه يا جماعه؟ الجذر التربيعي هنا اكس 1 ناقص اكس 2 او العكس مش هتفرق كتير، واحدة هنا في تربيع، تربيع شيل السالب زائد فرق الويات برضو واي 2 ناقص واي 1 او واي 1 ناقص واي 2 مش اي مشكلة. تمام كده هتساوي الجذر التربيعي اكس 1 مثلا يا جماعة هنا اكس 2 هنا يبقى سالب 2 سالب 3 ناقص 3 تربيع زائد سالب 2 يا جماعة ناقص 3، 3 الواي 2 ناقص واي 1، 3 ناقص 15، 3 ناقص 15 دي 15 معلش تربيع هيساوي الجذر التربيع برضه يا جماعة هو سالب 2 سالب 3 يعني سالب 5 تربيعها 25. بعد يا جماعة 25 زائد 3 ناقص 15 بسالب 12 يعني تربيعها ب 144. 144 لو جمعنا يطلع مع بعض كده جذر ال 169. 69 اللي هي بتساوي كام؟ بتساوي 13. يبقى المسافة يا جماعة بين النقطتين R و S 13 وحدة طول. بيقول لي هنا اكتب المعكس الإيجابي للعبارة الآتية يا شباب، إذا كانت سؤال معلش راح تاني، كان آخر حاجة في الصفحة. إذا كان قياس الزاوية أكبر من 90 فإنها منفرجة. طيب يا جماعة نفتكر مع بعض العبارة الشرطية يا جماعة، طبعا ده كلام هنحتاجه نمسحه تاني مش مشكلة. العبارة بي تؤدي إلى كيو، طيب العكس كان الكيو يؤدي إلى مين؟ إلى بي. المعكوس بانفي يا جماعة العبارة، العكس أنفي العكس، تمام كده؟ ده المعكوس. المعكوس الإيجابي
انفي العكس. يعني يا جماعة بقى العبارة الشرطية اهي، العكس هبدل المعكوس انفي العبارة، المعكوس الإيجابي انفي العكس. بمعنى تاني العبارة نفسها بدلها وأي شباب قول فيها نفس الوقت. قال له هنا إيه؟ إذا كانت الزاوية غير منفرجة، تقول له يا جماعة إذا كان، معلش هعرف أكتب كويس، إذا كانت الزاوية يا جماعة هنا غير منفرجة فإنها لا تساوي، فإنها ليست أكبر من 90، ليست أكبر من 90. يا شباب معلش اكتبها أنت لنفسك، الخط عندي مش مظبوط، أعكس بس وأنفي، أعكس وبدل. أقول له كده إذا كانت الزاوية غير منفرجة فإنها ليست أكبر من كام؟ من 90. سؤال صح الخطأ، إذا قطع قاطع مفتوحين متوازيين فإن كل زاويتين متناظرتين غير متطابقتين. طبعا دي عبارة إيه يا شباب؟ عبارة خطأ. إذا قطع قاطع مستقيمين متوازيين فإن كل زاوية متناظرة، مثلا زي دي متناظرة زي دي ودي متطابقة. من المستقيم ده يا جماعة يساوي سالب نص. طب دي مكتوب بصيغة إيه؟ صيغة قياسية. من بصيغة قياسية بيساوي سالب معامل إكس على معامل واي. معامل إكس هنا واحد، يبقى سالب واحد، ومعامل واي اللي هو 2، يبقى الميل صح يا جماعة، الإجابة صحيحة. إذا كان المستقيمان في المستوى متساوية البعد عن مستقيم ثالث فإنهما غير متوازيان. طبعا ده سؤال ده متكرر والإجابة خطأ. إذا كان الميل الخط رأسي فإنه يساوي صفر، الإجابة صحيحة. الميل إما يكون موجب أو سالب أو صفر أو غير إيه يا شباب؟ أو غير معرض. لما يكون الميل المستقيم يوازي محور إكس، ماشي كده يا شباب؟ أنا جبت غلط معلش. إذا كان يساوي واحد فإنه صفر يا شباب، إنه صفر. طب لو كان يا شباب الميل المستقيم ده هو رأسي زي كده، الميل هنا غير معرف، الميل يبقى أنا جبت غلط. أقول له يا جماعة لا يساوي إنسان، أقول له إيه؟ غير معرف. أنا استعجلت في الإجابة، الواحد لازم يتمهل شوية. الميل نسبة التغير في إحداثي إكس على التغير في إحداثي واي بين إيه نقطتين. طبعا إحنا عارفين فرق الميل هو مين، تقول لي واي 2 ناقص واي 1 صح؟ على إكس 2 ناقص إكس 1، يبقى التغير في واي بالنسبة لإكس. إذا ده غلط يا جماعة، نعكسها بس نبدل. فده هو التغير في إكس إلى التغير فين؟ في واي. الزاويتان متحالفتان زاويتان داخلتان في جهة واحدة من القاطع. عارفين طبعا المتحالفة يا جماعة داخلية زي دي ودي داخلية وفي جهة واحدة نفس كلها من القاطع، يبقى صح. القاطع والمستقيم الذي يقطع مستقيما أكثر، عبارة صحيحة لتعريف القاطع. قيمة إكس يا جماعة حتى يكون ال يوازي ام بشكل مقابل تساوي 20. نعمل إيه؟ نحاول نجيب علاقة بين الزاويتين دول يا شباب، علاقة بين دي ودي. هو دي الزاوية دي يا جماعة عندك، دي زاوية داخلية صح؟ ودي زاوية خارجية، تمام؟ طب العلاقة بينهم إيه؟ نحاول نجيب علاقة تانية، دي داخلية، دي كمان داخلية، ده يوازي يبقى دي كمان 25، صح يا جماعة؟ يبقى لازم مجموع قوة ده يساوي كام؟ 180. أقول له كده يا جماعة 7x زائد 15 زائد كمان 25 لازم تساوي 180، تمام كده يا شباب؟ اجمع 15 و25 يدينا 40، يبقى 7x هتساوي 180. طرح 40 في الطرف ده يا جماعة، ده رحت للطرف الثاني بإشارة سالبة، 180 ناقص 40 ب 100 وإيه؟ و40. أما أقسم الطرفين على 7 الإكس هتساوي كام؟ 14 اسم 7 فيها 2 ونحط الصفر، يبقى إكس ب 20 يا جماعة هيكون في حالة اللي يوازي مين؟ يوازي اللي بعد كل الزاويتين 7 و5 متوازيين داخلين يا جماعة. طبعا ده سؤال صح وإيه؟ ده سؤال صح وخطأ، صح وخطأ. يبقى الإجابة الأولى ده صح، هنا 5 و7، أدي 7 وأدي 7، 5 قصدي معلش 7 و5 في نفس الجهة من القاطع، واحدة داخلية واحدة خارجية، إذا دول إيه؟ متناظرتان، هما متوازيين خارجيين. أقول الإجابة إيه يا جماعة؟ الإجابة خطأ، طبعا ده كانت صح. المستقيمان المتوازيان هما مستقيمان لا يتقاطعان أبدا ولا ويقعان في المستوى نفسه. المتوازيان يا جماعة زي مثلا الخط ده كده والخط ده أهو، يقع في نفس المستوى، فاهم كده؟ ولا يتقاطع، يبقى إجابة إيه عندك؟ إجابة صحيحة.
إذا قطع قطع مسكنة متوازيين فإن كل زوجين متحالفتين متكاملتين. الإجابة إيش؟ إحنا عايزين تحفظها، دي مسلمة حفظ. إذا كان مستقيم عمود على أحد المستقيمين فإنه يكون عمود على المستقيم الآخر، طبعا دي برضه إجابة صحيحة يا جماعة. هذا مستقيم متوازيين يا جماعة، وده عمودي هنا لازم يكون عمود على التاني. الزاويتان المتبادلتان داخليا زاويتان خارجيتان، هقول لك داخليا يا جماعة، إزاي تكون خارجيتان؟ يبقى الإجابة بالبداية كده غلط. إذا كان زاوية 3 وزاوية 4 متقابلة بالرأس، وكان زاوية 3 بتساوي، نعمل بي دي إف كده، لازم نجيب الصفحة من الأول. هنا يا جماعة زاوية 3 بتساوي 6 إكس زائد 2 و4 بتساوي 8 إكس ناقص 14، أوجد مجرد 3 يا جماعة ومجرد 4، هما هي متقابلة بالرأس يعني متساويين، لو جبت واحدة منهم كفاية. المتقابل والرأس يا جماعة يعني متساوية متطابقة، يبقى الأولى اللي هي 8 إكس ناقص 14 هتطابق التانية اللي هي 6 إكس زائد 2. أجمع الإكس مع بعض يا جماعة دلوقتي الطرف التاني بإشارة سالب، وده يجي هنا، يبقى 8 إكس ناقص 6 إكس ب2 إكس. هنا موجب 2 وهنا موجب 6 و14، يبقى كام موجب كام؟ 16. بنقسم على الاثنين الاكس هتساوي 8، هجيب اكس عوض يعني في 3 او في 4 براحتك، هنا او هنا. 6 في 8 ب 48 زائد 2 يدينا كام؟ 50. يبقى ده هي يا جماعه بتساوي كام؟ 50. بما انهم متطابقين يبقى برضه 4 بتساوي ايه؟ 50 درجه، عشان انهم متقابلين بالراس. تمام. سؤال مزوجه بيقول لي مستقيمان لا يتقاطعان ولا يجمعهم مستوى واحد. طبعا ده ايه المتوازيه؟ انا مش هكتب الصفحه صغيره، مش هينفع هكتب بس على حاجه غير متوازيه وخلاص. اختار متوازيه منين؟ من عمود ده. زاويتان وقعان في جهه واحده من القاطع، احداهما داخليه والاخرى خارجيه. يا جماعه واحده داخليه واحده خارجيه، اسمهم ايه دول؟ متناظرتان. تمام كده. زاويتان خارجيتان غير متجاورتان تقعان في جهتين مختلفين من القاطع، في جهة وفي جهة، زي مثلا واحد واثنين. تمام كده. اسمهم ايه يا شباب دول؟ اسمهم متناظرتان. دول معلش متبادلة خارجية، قول له متبادلتان خارجيا، حط النقاط بعد كده بقى خلاص. ماشي. السؤال ده اتكرر قبل كده، قلنا يا جماعه ده ايه؟ تبرير استقرار. واللي بعده برضه من القرار عباره مركبه لك عباره عبارتين بعباره او. تمام. او يبقى ايه؟ يبقى عباره الوصل. تمام كده. واللي بين ايه العبارات الاتيه تنتج منطقين عن العبارتين التاليين. يا جماعه اذا اشتريت وجبتين فانها ستحصل على الاخرى على علب العصير مجانا. لو خدت وجبتين تاخد علب العصير مجانا. اشترى خيال وجبتين، هل هو اشترى خيال وجبة واحدة ولا سيحصل خيال على وجبة مجانية ولا يحصل على علبتين عصير ولا حصل على عصير علبة عصير واحدة؟ طبعا يا جماعة علبة ايه؟ عصير واحدة مجانية. تمام كده. طبعا ده اسمه اللي هو قانون الايه؟ الفصل المنطقي. قول يا جماعة اعطي مثال مضاد، اذا كان ان عدد حقيقي فان ان تربيع اكبر من اتنين، اكبر من ان. هقول ده مباشرة ان بتساوي كام؟ نص، ربع، خمس، أي كسر هيبقى صح. إذا كان ال j k بتساوي k l فإن ال k منتصف j l. يعني يا جماعة بقول كده، لو دي كلها هي هنا ال j وهنا ال l يبقى ال k في النص يا جماعة، وال k هنا في النص عشان تدي تكون قد دي. طبعا ده ما هوش شرط، فممكن ممكن أعمل له حل تاني كده مثلا يا جماعة، كده وكده، أقول له دي الطابق دي، هنا ال J وهنا ال K أو هنا ال L وهنا ال K، بس منتصف. إن عدد حقيقي فإن سالب إن يكون سالب، يعني مثلا لو إن بأربعة سالب إن بتساوي بأربعة، لأ عندي ممكن أقول له لو ال N بتساوي مثلا سالب أربعة يبقى سالب إن موجب أربعة، عكس الكلام. يبقى يعني كده جبت إيه؟ جبت مثال مضاد. إذا كان زاوية ABE تطابق زاوية DBC فإن A B E و D B C متقابلتين بالرأس.
تلاحظ عندك كده ان في نقطه بي اللي هي المركز، هي مشتركه هنا وهنا، تمام كده. لو عملتها كده كده بي في النص، فعلا دي متقاله بالراس. طب ليها رسمه ثانيه، اكتر من رسمه، اكتر من رسمه يا جماعه. ممكن اعمل مثلا حاجه زي كده، هي وصل دي وصل دي، قول بقى هنا الدي مثلا دي، وهنا البي، وهنا السي دي، بتطابق دي اللي هي من التانية A B E بتطابق. هل الطابق ده بالرأس؟ لا، يبقى أنا كده جبت إيه؟ جبت مثال مضاد. أكمل الجدول الصعب الآتي يا شباب. البي والكيو مطلوب مني نفي البي أو كيو. نفي البي انفي بس البي يا جماعة، يبقى اف نفي الدي اف اف دي دي، تمام كده. الاو امتى تكون صح امتى خطأ؟ دايما صح ما عدا خطأ وخطأ. اشوف فين الخطأ والخطأ يا جماعة، انا بتكلم على مين؟ نفي البي وكيو، يبقى ده مع ده. خلي بالك فين هنا خطأ وخطأ، خطأ وخطأ اهي هنا يا جماعة. اكتبها انت بس خطأ، والباقي كله اعمله ايه وانت معمر كده صح. ترو الباقي كله ترو. طب كده يا جماعة وصلنا لآخر حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.